مرحبا، أنا حلا البربور من سوريا. بدي أحكي شوي عن معاذ عيسى. أنا تعرفت عليه ببيروت ببرنامج The Voice Kids، وصرنا أكثر من إخوي. نحن دائما كنا نمضي كل الوقت سوا ومع بعض، وما حدا شاف منه شي مش منيح أبدا. وطبعا يعني كنا دائما نقعد نحكي عن أحلامنا، عن همومنا، عن مشاكلنا، أو إنه كيف نحن نرجع نلتقي مرة ثانية. طبعا أنا مش عم دافع عنه أبدا، بس عم أحكي عن أخلاقه، وهو لأنه حدا كثير مربى ومو صاحب مشاكل نهائيا. هو من أسرة كثير كثير منيحة، وكثير بتعرف كيف تربي ولادها. ومعاد، نحن كلنا معك، وكل الحكي اللي عم نسمعه على السوشيال ميديا مش راح نصدقوه، لأنه نحن بنعرف مين أنت، وبنعرف مين أهلك، وبنعرف شو تربيتك. وطبعا الله يحميك وتنحل القصة على خير. يسعد مساكم يا جماعة. حبيبي وأخي معاذ، الحمد لله على السلامة. ويا جماعة، بدي أوجه الكلمة لكل الوطن العربي. بتمنى لحدا يصدق هالشي، لأنه معاذ محترم وآدمي وبن عالم وناس محترمين. وأنا إنه عشت مع معاذ 6 شهور، قضينا عيشة مثل الإخوات، نقعد مع بعض، نغني مع بعض. وبتمنى لك كل التوفيق، وبتمنى لك تطلع من هاي الأزمة. شكرا. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا محمد إبراهيم. حاب أوضح نقطة بس عن معاذ عيسى، اللي هو خيي وحبيبي. أول شيء الله يطلعك من هاللي أنت فيه، والله يفرج عليكم بإذن الله. معاذ عيسى صاحبي وحبيبي. هلأ في كتير عالم حتقول إنه لأنه صاحبه عم يدافع عنه هيك. لا، معاذ عيسى أخلاقه وتربيته وعلمه ما بيسمح له إنه يعمل هيك شيء، وكل الكلام اللي عم يطلع عنه أنا عارف إنه كذب. بإذن الله العدالة رح تثبت هالشيء. وبحبكم كتير، وكل اللي بتسمعوا عن معاذ عيسى ما حدا يصدق، لأنه أنتوا بتعرفوا مين معاذ عيسى. السلام عليكم. اليوم راح نحكي على موضوع معاذ. أكيد كلكم سمعتوا، معاذ صديقي وأخويا، مستحيل يسوي هيك شيء. معاذ شخص جدا مؤدب ومهذب، وأهل معاذ جدا ناس مثقفين وخلوقين، عشت وياهم هواية، مستحيل يصير هيك شيء. لازم نسمع الحكي من الطرف الثاني، وكلنا وياك يا معاذ، وإن شاء الله تطلع بالسلامة. ازيكم يا جماعة، أنا شوقي عبد الغني، صديق معاذ عيسى من برنامج The Voice Kids. عاوز اتكلم عن موضوع معاذ. معاذ من اول يوم شفته فيه عمره ما غلط مع حد، او عمره ما حد اشتكى منه او اي حاجه من الحاجات دي. معاذ شخص جدع فعلا، حتى قبل ما اكون صاحبه معاذ كان شخص جدع، شخص محترم، شخص متربي، شخص ابن ناس. كل اللي اتعامل معاه، ما فيش حد اتعامل معاه ما قالش غير كده. بس هو بس المشكله ان اي حد كان ممكن يتحط في الموقف اللي هو اتحط فيه. احنا بس كل اللي احنا علينا ان احنا ندعي له ربنا يحفظك يا معاذ وينجيك ويطلعك منها على خير. بس افتكر ان ده اختبار من ربنا وهيعدي ان شاء الله، ربنا يطلعك منها بالف سلامة يا حبيبي. انا بصراحة عاملني فيديو ده لمعاذ عيسى نجم The Voice Kids وصاحبي، وبقول له ان احنا بنحبك وبندعمك يعني، وان شاء الله تعدي من الازمه دي على خير، لانك يعني بصراحه محترم ومؤدب، وان شاء الله تكسر الدنيا وترجع من تاني احسن من كان ان شاء الله. يا معاذ، رب تطلع من الازمه ان شاء الله، ورب نبقى في الدعاء دايما، وان شاء الله نتقابل تاني وتبقى بطل قدامنا ان شاء الله يا بطل. مرحبا، انا تمام هلال، صديق معاذ عيسى نجم The Voice Kids. معاذ نجم مؤدب ومحترم وخلوق، ربنا يفرجها عليه. انا بعد ما اخويا معاذ، وكلنا عارفين طبعا ان معاذ محترم جدا 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 يعني، وانا قضيت معاه سنه ما شفتش منه حاجه وحشه، وباذن الله يا رب يفك كربه، وهاشتاج معاذ مش بلطجي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم انا بتكلم عن شخص مهما اتكلم عنه ما اوفيه من حقه من طيبه واخلاق واحترام
وهذا الشخص معاذ عيسى أحلى واحد يعني اتعرفت عليه في The Voice Kids. ويا معاذ عيسى أخوك الفنان هشام اليمني، وأنا وأهلي وكل أرض اليمن معاك، وإن شاء الله وأدعي من كل أعماق قلبي إنه يظهر الحق، وإن شاء الله إن شاء الله إنه يخرجك من هذه المشكلة. تحياتي. معاد عشرنا في الفترة دي التظاهرات قريبا لمدة شهرين، طفل موهوب، طفل ما لاحظتناش فيه ملاحظات العنف أو شيء من هذا القبيل. هو طفل بين الأطفال، كان يلعب ويضحك مع الأطفال. تقريبا كانت المشاركة 80 في البداية، ومن بعد تأهل تبارك الله ومشى للمرحلة الثانية اللي هي من بعد ما داز في المرحلة الثانية، بحيث الطفل معاد موهوب وعنده روح فنية ومؤدب ومؤدب. ما أنا انصدمت في هذه الحالة، لأن هذه حالة طبيعية، الأطفال مع بعضهم بعض يتناوشون، يكون بعض المرات يكونون بيناتهم هزار كما كتقولوا أنتم المصريين، هزار وكيقع الخلط. ولهذا أطلب من إخواني المصريين والإخوان المتتبعين بأن يمدوا المساعدة ويتعاطفوا مع الطفل لكي لا يضيع، لأن مسألة أقدار، ممكن أي واحد مع الأخ وأخوه يتناوشون ويقع الغلط، مسألة طبيعية. ما معاذ أنا كنعرفه وعرفناه وعاش معنا واحد الفترة طويلة كما سبق لي وقلت شهرين، طفل في المستوى. تحية من المغرب وتحية لكل الإخوان المصريين. شخص جدع وطيب ومش بلطجي وبيحب الهزار وما بيأذيش حد. احنا بندعي لك كلنا معاذ. معاذ شخص جدع ومش بلطجي وبيحترم الكبار وبيحب يلعب مع الأطفال، واحنا بندعي لك يا معاذ.